طبعا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. انا رحت مدينه الانتاج ومدينه الانتاج على الفندق، واخش دلوقتي من الشقه اشوف دلوقتي هي بتعمل ايه، نامت ولا قاعده ولا جهزت العشاء. بفكر في اللي ناسيني وبرسل لي في حبيبي القلب يا ناسيني. ازيك يا دايب قلبي في عذابك يا فريش. ايه الروح اللي انت فيه ده؟ اصل جاي النهارده مبسوط قوي. يا سلام، ليه جاي منين؟ بصي بقى، وانا جاي دلوقتي من مدينه الانتاج، لقيت واحد بيعمل حواوشي. انت كنت لحد دلوقتي في مدينه الانتاج؟ انت مش رحت الفندق؟ لا، كان عندي حلقات بسجلها عشان عندي 3 ايام بعد كده. المهم لقيته بيعمل حواوشي ملفوف في ورق زبده وعلى الجريلا. انت عامله لي غدا ايه الاول؟ الطبيعي بتاعك السوتيه والفراخ المشويه. لا النهارده فري. لا النهارده لسه الساعه عدت 12، الساعه 12 ودقيقتين. طب وانت كنت كلت الدايت لما تاكل فري؟ هو بعد كده هيبقى 5 6 ايام دايت ويوم فري. ما هو الطبيعي. اغنيه بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكره. يا حبيبي انت بتغني لي كده عشان تاكل عشان تاكل اكله حلوه. انا لقيت الراجل بكره فري، هعمل لك كوارع ممبار، اكل من عنده حواوشي. افتكرت موضوع الهوهو اللي بيقولوا عليه. انت عامل زي ابنك. وبعدين لا، او ابنك عامل زي اول ما نزلت اهلا شيف محمود. هو انت اصلا ماسك الموبايل ليه كده عليا؟ في حاجه انت بتصورني؟ لا 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 لا، ده في رساله بس جايه لي. بعت لي رساله على الواتس عشان الحلقه بتاعت النهارده في الصالون. حذاري تكون بتصورني. بصي انا عشان انت متعود تعمل فيا العامله دي وتروح لازقني في الحيطه على الهواء. انا عمري ما اعمل كده. بقول لك عمرك عايز اقول طول عمرك بتاع مقالب من يوم ما خدت. اعوذ بالله. عايز اقول لك دلوقتي انت عامله لي سوتين النهارده، والنهارده الساعه عدت 12. ليلى فين؟ ومنى وبسبوسه ومحمد. ليلى في المستشفى لسه ما جاتش، عندها نبطشيه النهارده. حلو. ومنى في الصيدليه. ليلى اكلت حاجه هناك؟ معرفش. هتعملي حواوشي واروح اوديه لها دلوقتي. منى. لا والله، حواوشي ايه اللي هعمله دلوقتي؟ منى في الصيدليه؟ ومحمد؟ محمد مع واحد صاحبه. انا شايف. بيلعبوا في الاوضه جوه البلاي ستيشن. هتعملي لي حواوشي؟ دلوقتي حواوشي؟ زي ما انتوا شايفين كده، حكم عليا وبالقاضي عمر حكم علينا الهوا يتعشى حواوشي، مع ان الفري بتاعه بكره والله مش النهارده، وانا كنت عامله حسابي بكره اعمل له. بتحب الاغنيه دي بس الاول؟ حكم علينا. انت عارف انا كنت هاكلك ايه بكره؟ كنت هاكلك ممبار وكوارع بس بعينك. مش عايز اكل، ما عايز اكل حواوشي دلوقتي. عايز تاكل هوا هوا. حكم علينا الهوا، مين اللي مؤلفها وموسيقى مين؟ حكم، انت جاي تختبرني هنا ولا ايه؟ استنى يا عم، حكم علينا الهوا دي ام كلثوم حبيبتي. حكم علينا الهوا. يا عم سيبنا نشتغل. طيب. بقى عشان الناس بتقول لك هتتحزن. استنى وسيبنا نشتغل. هتحزن ازاي وانا في وسط اخواتي؟ اخواتنا كلهم. وبحب المشاهدين اكتر مني. طيب ماشي يا حبيبي، وانا بحب المشاهدين، وانا سبب ما اشتغلت حبك لمشاهديك. ربع كيلو لحمه مفرومه والحاجات دي كلها هو قال لي كانت قدام الراجل. ما حسبتش، معلش ما حسبتش الجزر. طب يعني هناكل شحاته؟ قلت لهم مع الست ام ليلى. خلاص مش انا هحاسب. انا هعمل ايه؟ انا فاضل تروح تقول له نبي عم خد في الرغيف بتاعه تاني صباح. عيب لما ادفع. طيب ربع كيلو لحمه مفرومه. تمام. دي طماطم كاريهات صغيره، فلفل اخضر كاريهات، بصل اخضر لو مستحب معاكي، مش مستحب براحتك. فلفل احمر احنا عاملينه فارمينه وشايلينه سوا مع بعض في الفريزر. بصل مفري، ويا ريت يبقى خشن كده لانه بيدي طعم حلو جدا. ملح وفلفل اسمر ورشه حبهان. مفيش بهارات ولا كلام. خلاص. هو قال لي ما بديش بهارات. هو الفكره فيه ان كل الحاجات دي هتطلع ريحه وطعم حلو جدا جوه الورق الزبده. وورق الزبده التسويه بتاع جدتي وجدتك زمان بقى، كانوا بيعملوا في ورق جرايد، بيلفوا في ورق جرايد، واحنا عرفنا فالحبر كان بيدي الطعم. يا اختي كنا بنسيبنا نتكلم. عرفنا ان ورق الجرايد غلط، بيعمل مشاكل مع الكبد والكلى وبيرصب الكربون اللي في الحبر. فبنستخدم ورق الزبده دلوقتي. تفتكري ورق الجرايد والحبر والكربون بس هو اللي بيعمل مشاكل؟ انا هسكت. انت كده بتخبط وانا هسكت. هنبدا بقى. انا الحكومه يا حبايبي. ادي اللحمه المفرومه، شكلها هيعتقلوني. ركزي كده معانا.
على فكره قومي جربي الحواوشي ده، انا المساعد بتاعك هيعجبك جدا جدا. لا يا شيف، مساعد بتاعي ازاي وانا اقدر يا شيفنا؟ اذا كان المشاهدين بقى انا المساعد بتاعك. لا لا، وادي فلفل اخضر اهو، فلفل احمر. يا ريت عشان انت ما بتعرفش تصور تظبط لهم الكادر، عشان قالوا في الفيديو اللي فات مش عارفين يشوف. بصل اخضر عشان الشيف ياكل وينام ما يقولش عايز اكل تاني. وادي طماطم، فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل ايه؟ اسود. ليه بقى؟ عشان اسودها. ليه سموه فلفل اسود صحيح؟ عشان لونه اسود. عشان لونه اسود. لك. حلو كده تمام؟ آه. ناخد كل الخلطه دي مش نقلبها، نهرسها هرس كده مع بعض. يا رب لا بعد الشر عليك يا حبيبي. ويرفع عشان يقرفونا. استنى بقى استنى بقى استنى بقى، انت خلاص كده خليتني مش عارفه اقول. وقرنفل عشان يقرنفونا. كملي. افضل بقى زلني الكلمة قلتها. آه. طيب. شايفين؟ لا لا انا محتاجه اوقفك مع راجل اسبوع. مش نافع كده ولا ايه؟ لا كويس، هو كده شكل الخلطه. بطاطس كان مقطع الطماطم اصغر من كده والبصل اصغر شويه. انت هتتعشى ولا هتتنشى؟ ولا اجيب لك امي؟ لا ما تجيبش امك، انا بخاف منها. اعملي للواد اللي هو عايزه. وبعدين؟ استنى بس. بعدين ايه؟ انا حاسس انك بتصفي طماطم. لا والله. بصوا الخلطه كلها تجانست مع بعضيها. حلوه تجانست، دي شغل تلفزيون بقى يعني، فاهمه؟ ده العيش ده جايبه منين؟ انا سبق وقلت لك العيش ده انت اللي جايبه، ده جايبينه نحلف عليه. ايه ده؟ وحياتك يا دي النعمه. ايه ده؟ بكام العيش ده؟ ده العيش دوت بربع. بقول لك ايه؟ انا عايز اخبز عيش في البيت. ماشي نعمله مره، بس العيش ده هو معمول. لا مش نعمله، انت بتعرف تعمله وانت شاطر وقروبه. طيب. انا عايزاك تعلمهم. نعمل العيش ونعمل معجنات كتير. العيش ده عشان الشعب لازم ينزل وزنه وما يتخنش، فيبقى يا دوبك عليه هو. انت بتخبط وانا ما بحبش بخبط في عظم اللحمه. تمام يا عم، العيش ده وحش قوي. انا هاكله، انا اللي هاكله، مش هينزل معدتي السليمه على فكره. جايبه منين ده؟ من راجل، راجل طيب قاعد في عز البرد، خدته منه، خدته كل اللي معاه. شحته ولا اشتريته؟ بصراحه اه، زي ما انا هكسب فيه صواب هو هيكسب فيه صواب. يبقى شحته يا معلمي. تمام. بص هو العيش مش عاجبني بس يعني ماشي الحال اهو، مش مشكله خلاص. آه. احنا هناخد مسحه سمنه كده على الرغيف اهو. هو بيعملوه بزيت، قال لي زيت تموين. لا قلت له يا عم الزيت التموين على فكره بيبقى حاطط دهون اللي هو بتسموه الضاني، دبريات الضاني، الدهون دي عشان يديله ريحه وطعم حلو. قلت له يا عم انا ما بحبش الزيت بتاع التموين، احسن تكون ريحته وحشه ولا حاجه. قال لي ده افضل زيت. خلاص. انا النهارده بقى يا شيفنا يا حبيبي هاكلك كمان حاجه بالصدفه كانت عندي عشان تقول احنا احسن من. ايوه ايه الراجل اللي بقى يا حبايبي؟ ده رغيف تورتيلا. بس هو كان بيعمل الكلام على الجريلا وحاطط جريلا في. هاكلك يا شيف زي ما انت عايز، اصبر عليا. اصل انا بحب اكل الشارع. اصبر عليا انت كده هيقولوا عليك تيفوس. طيب ما هو دي حقيقه. لا طيب. المشكله هو انا مش بني ادم زي البني ادمين. انا حاجه غريبه قوي، تفص وبحب الاكل، احب ادوق كل حاجه. دي عشان العيش رقيق جدا، عيش التورتيلا او العيش السوري. عملناه مره بتهيألي. انا ما عملتوش. اه. انا بعمله حلو قوي على فكره، يا تعليمك يا شيف والله. الله، ده انت بتفكري لي بالمناقيش اللي كنت باكلها. يا سلام. لا مش هتبقى زي المناقيش. انت عارفه ان الاكل من احد شهوات الدنيا؟ كمان؟ ده هتلفيه برضه في ورق جرايد؟ كله، لا جرايد لا. جرايد انا لا. حاسس ان ورق الجرايد بيدي طعم احلى. لا لا انا عامله لك مفاجاه، انا عندي حاجات دايما قروبه كده وبخبي الحاجات منك عشان ما تضحكش. عشان الحبر اللي بيبقى فيه فهو اللي بيدي الطعم. استنى بقى شفنا بقى، استنى بقى يا شفنا بقى. طب ما نعبي رغيف كمان ولا ايه؟ ايه رايك؟ عشان ابنك يطلع دلوقتي يقول هاخد لقمه. ما حد، هو حته ربع كيلو مفروم جابه ليه؟ وجاب لهم هم بخمسة جنيه طعميه يتعشوا بيها. يا لهوي، انا اب مفتاح. هتودي المدام عند الضابط وتعشي ولادك طعميه انت اتغيرت، انت اتغيرت. نفسيتي عليت. ايه اللي جرالك؟ تمام.
ما عندكيش جبنه موزاريلا؟ ده هتحط عليه طماطم شرايح والله. لا مش عندي. انت عندك جبنه موزاريلا في الديب فريزر بتاعك؟ اه بس دي بتاعتي انا، بتاعت شغلي. من حتى هتاكلها؟ لا افضل اني ما اكل، افضل اموت من الجوع. انت هتحط شرايح طماطم فين؟ هو كان حاطط هنا شرايح طماطم. حاضر يا شيفنا، حاضر يا شيفنا. ده هيتعمل من غير ورق الزبده صح؟ اه اصبر بقى علينا بقى كده. احنا شايفين يا جماعه الرغيف البلدي ده هنعمل فيه تريكه حلوه قوي قوي. انت خلصت اللحمه كلها؟ انا ما اكلتش حاجه لسه، اللحمه نيه. انا جايب ربع كيلو اعمله 10 ترغيف. يا لهوي. حلو. وهيتلف بعد كده ده بايه؟ حلو. اصعب ما في الموضوع انك واقف اشراف عليا. خد واحد ليك اهو. ده الفلفل اللي انت كنت ليه حاطه فلفل مخلل؟ إيه لا ده ديكور بس يا حبيبي عشان تاكله مع الاكل. شايفين كده؟ لا ما بحبش الفلفل، بيبقى حامي. حلو قوي. ايوه كان عامله كده. مش كتير بقى، مش ورق كتير يعني. لا ما تقلقش. احلى رغيف حواوشي ممكن حد ياكل. تصوري كانوا زمان كده، كان امي الله يديها الصحة كانت تعمله لنا، وكانت تعمله لنا في الفرن. كمان كده مسحة مسحة كده كمان. كمان كده مسحة كويس وعلى الجريل. بس هنحطه مرة واحدة، ما نروح على الجريل. هناخد ده وده وده, وده ونروح على الجريل. يلا بقى نروح على الجريلا. يلا بينا نروح على الجريل. الجريلا دي من اخويا وحبيبي شيف ياسر. ياسر. ياسر العتبة. ياسر العتبة شركة التوحيد. ده بجد اخويا الغالي. عشان جاب لك بتاعة القهوة، كنكة القهوة. لا جاب لي السبرتاه والكنكه. انا بضغط عليه يا جماعه عشان يعني ياخد سفتي قليل، يعني عشان البخار ما ينفخوش قوي فما يستويش كويس. عايزة اقول لكم انه الريحة اللي طالعة من الرغيف اللي ملفوف بالزبدة ده، بورق الزبدة، اقسم بالله حاجة كده انا نفسي تجربيها. فرخ ورق الزبدة باتنين جنيه فقط لا غير، ماشي؟ وهديكي ريحة كأنك جايباه من برة. عيش التورتيلا ده جاهز؟ ده هيستوي اللحمة جوه؟ اه هيستوي بإذن الله. بس انا عايز في عيش بلدي وورق زبدة. اهو اهو اهو. انت كل ده وانا كل ده. ده انا احلف عليه. انت اللي جايبه ولا انا؟ هو حماده لو جه دلوقتي هيقول لك انا عايز واحد. مش انت قلت حماده لو جه؟ سخن قوي. طب اساعدك؟ لا. ده اللي بالتورتيلا استوى اهو، هنقطعه كده. طبعا انتوا خدت بالكم انا ما سويتوش وهو رباعي كده، لا انا سويته نصين وبعدين طبقته عشان يبقى مستوي من كل الاتجاهات. خلاص حلو جدا. استنى لسه مش هتاكل دلوقتي، اما نوري المشاهدين الاول. طبعا انتوا شايفينه مستوي من جوه ازاي اهو. خلاص حاجه كده تحفه، حاجه تحفه. خلاص ادي ده. عايز افتح معاكم التاني. سخنه قوي قوي قوي، ريحه حلوه قوي، بس مش هتاكل. شكلي انا اللي هاكل الطعميه. ايوه لا فكيه خالص، حطولي على ال اهو اهو اهو. اصبر عليا بس عشان سخن. ما تناديش لحد من ولادك اساعدك يا محمد. لا لا يا محمد مش هقدر عليك. يا محمد ابا ما تناديش لحد من ولادك دلوقتي. استوى من جوه؟ اه فظيع فظيع. لما هو فظيع والحاجه حلوه ما بتعملهاش ليه؟ والله يا حبيبي
انت طول الوقت بتاكل سوتيه ومعدتي وتعب. انا غلط. بص هي الرجاله دي مفيش حاجه بتريحها. اقطع لي حته صغيره دي. لا مش هقطع لك حته. بص هو هو انا 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 هاكل. انا هاكل انا هاكل. ايه رايك؟ ايه رايك؟ حلو جدا. طب اكل ده مثلا. استنى 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 استنى, استنى. عايز اعترف لك بحاجه. الله. اوعى والله ما الفقاني اللحمه ديت مش من عند الجزار. وحبيت اختبرك. انا مش هاكل. انا جايب الطعميه ليا واكلي الحاجه دي لاولادك. شكرا. سلام عليكم.